لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح فقه الجهاد من كتاب إتحاف الأحباب، وكنا قد وصلنا إلى السؤال الخامس وهو بين الفائدة من تعدد أنواع الجهاد. احنا اتكلمنا عن أن الجهاد أنواع ومراتب كما بينا ذلك في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين، وكل نوع من هذه الأنواع على مراتب كما بينا ذلك تفصيلا في المرة السابقة. طيب، إيه بقى الفائدة في اللي ممكن نستفيدها من هذا التنوع وتعدد مراتب الجهاد؟ الجواب تكمن هذه الفائدة فيما يلي: أولا، معرفة أولويات كل مرحلة من مراحل العمل الإسلامي وما يناسبها من صور الجهاد في سبيل الله، ومن ثم تراعى طاعة الوقت المقدورة. انتبه معي، فيكون البدء بالدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة، ثم السعي في إيجاد الطائفة المؤمنة القادرة على تحمل مسؤوليات هذا الدين وواجباته، والتي من القتال، قتال المشروع طبعا، قتال المشروع. يبقى أنا عندي الفائدة يا جماعة إن أنا العمل الإسلامي يعرف إن في كل مرحلة لها ما يناسبها من الطاعات، لها ما يناسبها من الطاعات، دي مناسب وضع معين في حالة المسلمين، في حالة استضعاف، في حالة كذا، يبقى يناسبهم الدعوة، الدعوة جهاد بالحجة واللسان، بيان الحق للخلق، تربية النفوس على دين الله عز وجل، وده هو الأصل والأساس. فما يبقاش بقى الصدام ولا التخبط ولا ما يفعل ولا الناس، لا، ولا يكلف الناس أنفسهم ما لا يطيقون، أو يذهب أو نجد من يفتي الناس بأشياء ونداء جهاد في سبيل الله فيدفعهم إلى الهاوية وتجلب المفاسد والمضار، ويذهب الناس وخبالك سدى، وتضيع الطاقات وتهدر، ويعود العمل الإسلامي إلى البدء من الصفر مرة أخرى. هذا تخبط وهذا فهم سقيم، ما أنزل الله به من سلطان. لا، كل وقت له ما يناسبه بحسب قدرة الإنسان، لأن التكليف لا يكون إلا بمقدور. انتبه معي، رحمة الله عز وجل بنا أنه لا يكلفنا إلا ما نقدر عليه وما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيبدأ هذا العمل، يحدد الأولويات حسب كل مرحلة، بحسب كل مرحلة. هذه مرحلة الدعوة والتربية وإيجاد الطائفة المؤمنة التي تقوم بالواجبات الضائعة في الأمة. إيه الواجبات الضائعة في الأمة؟ كثير منها، من الجهاد في سبيل الله، تحرير المقدسات من الأعداء، مش ده خدت بالك؟ جهاد الطلاق، غير ذلك، دفع الذب عن 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 مقدسات الأمة وعن أعراضها وعن وعن إلى آخره. دي من ضمن الواجبات، مع القضاء الشرعي، مع الفتية، مع واجبات كثيرة. هذه واجبات لا تتأتى إلا بوجود الطائفة المؤمنة الواعية التي تربت على العلم والعمل. طيب، كيف سنأتي بهذه الطائفة؟ بالدعوة والتربية، دعوة والتربية. انتبه معي، يبقى نحدد، يبقى في أولوية المرحلة دي الدعوة والتربية هذه الطائفة. انتبه معي، الدعوة السلفية بفضل الله تبارك وتعالى لما قامت مثلا ثورة يناير، والناس يقول لك السلفيين دول جملين، والدعوة دي كل محافظات مصر، كيف؟ ليه؟ السبب اللي خلاها بفضل الله تبارك إن على رأسها أهل العلم ومشايخ حددوا أولويات كل مرحلة، فعرفوا إن في السنوات الماضية كلها كانت المرحلة مرحلة دعوة وتربية، إيجاد نفوس تحمل هذا هذا المنهج وهذا الدين، ها، بفضل الله تبارك وتعالى.
تحمل هذا المنهج وهذا الدين. انتبهوا، تربية هذه النفوس، إعدادها لتكون يعني ذخرا لهذه الأمة. وقد كانت النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى الدكتور أحمد رشوان خد الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية، على مستوى جمهورية مصر العربية، طبيب مثالي على مستوى الجمهورية. انتبه معي، بفضل الله تبارك وتعالى لما قام به مجهود في الأيام الماضية عجيب. ليه؟ إنسان تربى، تربى، خد وقت تربية وإعداد. كان بيأتي هو والإخوة كده معاه في حلقة خاصة، تربية، صناعة نفوس، صناعة نفوس. وده اللي أنت لازم تفهمه إن كنت تريد أن تخدم دينك، كيف تصنع نفوسك. طبعا مش هتقدر تصنع نفوس إلا لما تجتهد على صناعة نفسك علما وعملا. ما تهربش من معركة إصلاح نفسك، لأن يستحيل أن تكون أنت لم تصنع ولم تربى ولم تعد ثم تنشئ أنفسا. هتنشئها إزاي يعني؟ فقد الشيء لا يعطيه، فقد الشيء لا يعطيه. لازم تجتهد على أنك أنت تصلح نفسك بالعلم والعمل. يبقى الدعوة بفضل الله لما اجتهدت في فترات العقود الماضية وأعدت نفوسا وربتها وهذبتها وقومتها وعلمتها كثير بكل هدوء وبلا أي ضغيط وبلا سخط، عمل هادئ جدا يمضي بخطى ثابتة يصنع نفوسا، كانت النتيجة بفضل الله وجود دعوة ترامية الأطراف هنا وهنالك. انتبه معي بفضل الله عز وجل. عشان كده يا إخوة احنا لازم نفهم هذا المنهج جيدا، منهج المبارك. وأخبرك كان ساعتها ايه؟ كانت الجماعات الصدامية تقول بقى ضيعتم الجهاد، أنتم الذين لا تفهمون الجهاد، أنتم تتخبطون. رحمك الله، اصطدامكم هذا جهاد؟ لا مت للجهاد بصلة، ده أنتم أضعتم الأخضر واليابس، وما تفعلونه ليس من شيء فيما كتب العلماء وما سطروه وفق وكذا، ولا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يعد نفوسا ويربيها. النفوس دي عملت ايه؟ ها؟ فتحت الشرق والغرب وسادت الدنيا. يبقى لازم نفقه، يبقى الفائدة شوف انت فاهم. يوم ما يجيش واحد بقى منحرف وزائغ يقول لك لا انتم تضيعون لا تجاهدوا، اللي بتعملوا انت اللي مش جاهد، لانه لا يموت الجهاد بصلة. سفك دماء المسلمين والصدام وإلقاء بالناس في الفتن وقلب المفاسد وإضاعة المصالح، ماذا صنعت؟ أنت لم تصنع شيء حبيبي. طب معي، أنت ما تفعله انحراف، مش مين قالك كده؟ فأنت فاهم مراتب الجهاد عشان تحدد إيه اللي يلائم كل إيه؟ كل مرحلة، عارف ماشي إزاي؟ واضح؟ طيب، فجهاد العدو الخارجي فرع عن جهاد النفس وتربيتها. انتبه معي، ده كلام ابن القيم رحمه الله. شوف كلام ابن القيم بيقول ايه؟ ولما كان جهاد اعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله، والمهاجر من هاجر ما نهى الله. تبي معي، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج واصلا له. ليه؟ لانه هو الاساس. وجهاد النفس احنا قلنا ايه؟ ها، انا عايز كيف تربط الكلام بقى؟ جهاد على تعلم الحق، العمل به، دعوة إليه، الصبر على إيه؟ أنا عايزك الأربعة دول بقى تروح تجلس مع نفسك تقول أنا عملتهم ولا ما عملتهمش؟ تقول أنا جهدت نفسي على تعلم الحق؟ طيب، وجهدت نفسي على العمل بما علمت من الحق؟ ها؟ حققت الصدق والإخلاص والتربية والتواضع وإنكار الذات؟ انتبه معي، وخفض الجناح لإخوانك، تربيت فعلاً؟ تقول أنا حققت ثمرة هذا العلم؟ حققت التوحيد والتوكل على الله عز وجل، تفويض الأمر التام لله، إن أنا أخذ بالأسباب لكن تعلق قلبي برب الأسباب. انتبه معي، والثبات على الحق والمضي يقبلك قدما والتوكل على الله تبارك. أنا حققت هذا أم لا؟ أصلحت باطني وظاهري أم لا؟ لازم تنظر في نفسك. ما هي مراتب جهاد النفس دي الأربعة اللي أنت ينبغي أن تنشغل بها جدا مع نفسك. دي مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلانا. طب معي، فلابد أن تراجع وطن، لأن ده الأصل. من كان عاجزا عن جهاد نفسه سيجاهد عدوه الخارجي. طب معي، لازم، إلا في حالات بقى الأمة ربنا تبارك وتعالى بتغمدها برحمة، لجهاد الدفع. جهاد الدفع ده ممكن الأمة تبقى بعيدة عن وبدع، طالبان عندهم بدع، ولكن نصرهم الله على الأمريكان. لجهاد الدفع اللي إيه؟ اللي بعض الناس في الفضائيات
يقول لك اه واحد بال ما نشوف ما شوف مصر فين. ده كان بجد محتل يا احمق بجد محتل مش هتعرف الخلط وقياس الفاسده. وما انتصر على الروس في الثمانينات لا انتصر على الروس في الثمانينات ليه؟ لان الروس احتلال كفار في بلاد الاسلام. والله عز وجل هذه الام المباركه ماذا همها عدو من خارجها ومن الكفار فقامت لجهاده الا ونصرها الله. لان جهاد مشروع شرعي. اعلق الداد قيس انت تقيس مصر على المحتل الامريكي عشان تعرف الحرف اهو وشغال في الفضائيات والناس تسمع والحمقى يهللون لانهم جاهله ما درسوش جهاد ولا درسوا فقه جهاد. ايه يا ابني علاقه نفس اللي كان بيحصل في الثمانينات بالظبط. لما الناس هنا قام وقال لك اه انا فاكر هذا كويس احنا في الجامعه والله خدت بالك يلموا بعض شويه مجموعه شباب يقول لك احنا نجاهد. ده الجهاد الافغاني بدا بسته وشوف اهو الجهاد الافغاني جهاد دافع جهاد ايه؟ جهاد الدفع ده مشروع اللي انت بتعمله بقى انت غير نفسات في الارض اللي بتعمله تقتل المسلمين وتعيش في الارض فساد وتجلب المفاسد على الامه. ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ وتلقي بالمستضعفين واخد بالك والمساكين في الهواء ليه؟ قاس قياسا فاسدا فاسدا. او نفس الكلام اللي النهارده بيتقال في معانا في الفيديوهات بتاع اليوتيوب بتاع دعاة الاخوان وعبال ما قال لي جاب ده ايه علاقه هذا بذاك؟ ده بجد محتال. الا انتبه عشان تبقى اخواننا على بينه من امركم على بصيره عارف فاهم عشان عارف ان حتى لو كانوا عندهم بدع او عندهم بدع وعندهم انحرافات ماتريديه واحناف متعصبه وعندهم بعض التصوف تمام عشان ما انت عارف تمام يعني ايه خد بالك عندهم اشياء ولكن ايه لان ده جهاد دافع. ولذلك احنا نفرح ايوه ان ربنا نصرهم على الامه وان راح ان هم اولى واخد بالك على الكفار واعداء الدين لكن لابد ان نفهم ان ايه؟ ان ده جزء من الايه؟ غالبا من وضع معين يعني الايام ستثبت الوضع لان هو ده الوضع الوضع العالمي بيدعو لهذا وبيدعو الاشاعر الصوفيه الاشعريه المذهبيه فده نفس اللي وافق عشان انتوا على بصيره من امركم خدت بالك؟ الشاهد ان احنا ايه جهاد النار لازم تجاهد نفسك ابتدا ده الاصل في مجاهده العدو الخارجي. يبقى اول فائده نستفيدها من تعدد مراتب الجهاد ان احنا ايه؟ ان تحدد مراتب الايه؟ ان تحدد اولويات كل ايه؟ في العمل الاسلامي عشان ما يحدثش تخبط. وتبقى عارف تعلم انك انت وانت بتدعو وانت بتجتهد على نفسك فتعلمها وتضبطها وبتجتهد على دعواتك على الناس وعلى الشباب تربيهم وعلى الكبار تدعوهم وتاخذ بنواصي الناس الى الخير ان هذا ايه؟ جهاد، جهاد الحجه والايه؟ واللسان، جهاد الدعوه وجهاد النفس. جهاد الدعوه ولما تبان الشبهات وترد على الذين يطعنون في الدين من اعداء الدين والزنادقه الذين يعني يتزينون بزي الاسلام واخد بالك ثم يهاجمون ويطعنون في البخاري انت كده ده مش نوع من جهاد المنافقين؟ اللي ورد الايه؟ الشبهات وجهاد الشيطان مش جهاد الشيطان بدفع الشبهات والشهوات. طيب ولما بتقاوم الشهوات وتبدا تربي الناس على الدين والخوف من الله عز وجل ده كله من انواع الايه؟ الجهاد في سبيل الله. يبقى ازاي انك مضيع يا حبيبي الجهاد؟ ها؟ وياتيك من لا يفقه يقول لك هذا وانت تصاب بقى بايه؟ ما ايوه احنا فاهم انت بتقوم بما ستحيا به الامه. انت بتضع الاساس والاصل للبنيان. ما انت لما تفقه طريقك جيدا تمضي فيه على بصيره يوم تعرف تصل الى باذن الله مش لازم تصل انت لا المهم تموت وانت على الطريق لكن توصل لغيري وتربي من ايه من يقوم بعدك مش لازم انت. اياك والتمحور حول الذات اياكم وهذه الامراض الخفيه التي تفتك بك وبالعمل والله تفتك بك لانك مسكين تضيع عملك هباء ماذا ترجو من عمل لم تحقق فيه الاخلاص. انتبه معي ما لا لا غير ان تكون مجهولا لدى الخلق جميعا لكن يعرفك ويعلم امرك ويحاسب ورب رب الارض والسماء فزت ورب الكعبه لكن والله لو عرفك اهل الارض جميعا وكنت عند الله خاسرا خسرت واقبلك ولم تفلح ورب الكعبه. انتبهوا وانت عشان لازم تجتهد على نفسك حتى تثمر دعوتك وكلماتك. انتبهوا انتبهوا يا اخوه
فائدة، أول فائدة تحديد كل إيه. طيب ثانيا تجنب الأخطاء التي يقع فيها الإيه البعض ممن يحصل الجهاد في القتال فيندفع للإيه للصدام، والفريضة الغائبة زي ما كان بتوع الجهاد كانوا كاتبين زمان وريقات ترتب عليها فساد عظيم. صدمت أنا حينما أمسكت بالي أقرأها، كنت أظن الفريضة الغائبة ده حاجة بقى كتاب بقى وبحث كبير وحاجة، لقيتها وريقات أحاديث ضعيفة فهم مغلوط لكلام العلماء، خدت بالك معايا ازاي؟ وترتب عليها بقى ايه تنظيمات التنظيم الجاد والتنظيمات اللقاء وموضوع اغتيال السادات ودمار جلب على عمل الاسلام. ليه؟ تصدر من لا يحسن فهم كلام اهل العلم ولا يحسن انزاله على الواقع. ما انت ممكن تحافظ كلام اهل العلم بس لا تجيد انزاله على الواقع، ليست لديك هذه الملكه، لا تجيد الايه فهم انزال الكلام صح ولا تضر اكثر ما تنفع. فانتبه معي. فدور قال لك ايه حصل، قال لك القتال واحنا كده دي فريضه غيبه قلنا نرفع عن نفسنا الايه وزير الناس بقى ان ايه ان هو حينما يدعو الى الله ويربي الناس ويبين الحق للخلق كل ده نوع من انواع الجهاد في سبيل الله، وانت مطالب بالنوع اللي هو ايه مقدور لك مقدور ايه، اما المعجوز عنهم لست مكلفا به، مكلف تعتقد تعتقد وجوبه على الامه، لكن انت مش مطالب لك معجوز. وانتبه ومن اتى بالمقدور عليه يسر الله له المعجوزه عنه. حينما تبدا بالدعوه والافراد الملتزمون بهذه الدعوه يزيدون وتنتشر الدعوه في ربوع الارض، الدعوه تقدر على اشياء لم تكن ايه تقدر عليها من قبل، وهذا معلوم والله. والله انا حينما الواحد ينظر ويراجع مثلا من 35 سنه واحنا لسه الواحد بيقعد بثلاث اربع خمس اخوه قدامه ويطالع الامر بفضل الله بعد هذه السنوات وانتشار الدعوه اللهم لك الحمد، وان يبقى عندها الكوادر والكفاءات اللي انت شايفها بقول لك النهارده على مستوى الجمهوريه كلها فرد من افرادك بفضل الله تبارك وتعالى وغيره 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 من يعني بفضل الله تملكهم هذه الدعوه المباركه بفضل الله وحده. الواحد حينما ينظر في هذا ويطالع هذا يرى فضل، انتبه يرى ايه ها ان بفضل الله ماشي الايه البناء تصاعديا ماشي ماضي نحو الايه ها اقبالك الوصول الى الاهداف العليا باذن الله والساميه من اقامه دين الله في الارض. انتبه معي عشان انت واخد بالك هي ماشيه كده بس ايه ايوه السير ده بياخد وقت، عايز اللي يصبر واللي بيمضي في الطريق بثبات متوكلا على الله توكل على الله وبثبات. ليه؟ لان انت في الاصل مخاطب بعبوديه، انت بتقوم كده بعبوديه بكده بايه بعبوديه، واللي مطلوب بس انك تموت وانت على العبوديه دي لان وظيفه العمر. يعني المطلوب منك عشان تفقه جيدا شغل اوقاتك وعمرك بالوظيفه التي خلقت من اجلها وهي الايه العبوديه بحسب عباده كل ايه وقت، اي بحسب مراد الله مش مرادك، ودي افضل انواع العباده كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين، افضل انواع العبادات ان تعبد الله على مراد الله، تعبد الله على مش مراد نفسك. يعني انت ممكن يبقى نفسك مياله العباده هي عباده ايوه، لكن في عباده اولى منها، نفسك مياله لعباده معينه اي طاعه من الطاعات بس فيه طاعات اولى طاعات متعديه واولى، فتروح انت ايه لو انت عندك تحقيق العبوديه صح وفقه في العبوديه تنفذ نيين اولى والمتعديه طول على طول تحرك ايه الطاعه المتعديه لانك عندك فقه تاتي بالطاعه الايه الاعلى طاعه تقربك من الله عز وجل، لانك تعبد الله على مرادي مش على مراد نفسك، على مرادي وليس على مراد نفسك. طيب فايه فيندفع بلا لما حصروا بقى القتال الجهاد في القتال قال لك نعمل ايه عايزين نجاهد، فظن منهم انهم يؤدون هذا الايه الواجب فادى هذا الى الدخول في الصدام وارتكاب الاخطاء والمخالفات وجلب المفاسد والايه والكوارث على الامه نتيجه سوء الفهم نتيجه سوء الايه وما اوقع هؤلاء في ذلك الا سوء الفهم عن الله ورسوله. اي والله سوء الفهم. انتبه معي. ثالثا عدم التهوين او التقليل
من شأن ما يقوم به أهل العلم والدعاة والمربون من الدعوة والتربية والتعليم للأمة ورميهم بالتقاعس عن الجهاد. كان يأتيك أحدهم فلان، هذا الشيخ الفلاني ماذا يفعل؟ لا يجاهد، وهو هذا الشيخ ليل ونهار بيربي ويدعو ويتحرك يعلم الناس. أنت الذي تحكم عليه أيها الجهول؟ من قال إن ده لا يجاهد؟ ها؟ ده بيجاهد جهاد الحجة واللسان أعلى نوع. ده بيجاهد وربنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن، أي بالدعوة بالقرآن وتلاوته وبيان حججه اللي التي لا يقدر على ذلك إلا أهل العلم. يوم أنت لا تحكم تقول ما بيجاهد، انتبه ما كان يقول هذا الشيخ الألباني صدق لا يجاهد، وراح واحد بيقول له أنت متهم بحربك على الجهاد أو مش عارف حاجة كده. الشيخ رد بليغ رحمه الله رحمة واسعة، قال من ينكر الجهاد كافر فما بالك بالذي يحاربه. قال إنما الأمر، الشيخ قال له إنما الأمر أو مثلكم مثل أولئك الذين نذهب فننكر عليهم أنهم يصلون على النبي جهرة بعد الآذان، جهرة في الميكروفون بدعة جهر، فيقول أنتم تنكرون الصلاة على الإيه؟ على النبي. وأنا أقول له صلي على النبي كما كان يصلي الصحابة وصلي النزل صلى الله عليه وسلم، إنما الصفة التي تفعلها لم ترد بدعة، فأنا أحذره من هذا. ويقول لك تنكر الإيه؟ الصلاة على النبي، مثلكم كهؤلاء. وفعلا أنا أقول لك أفعالك ليست من الجهاد في شيء، يوم خلاص كده حرب الجهاد. ونظره مناظرة رائعة فند فيها شبهاتي رحمه الله رحمة واسعة. طيب عالم قائم على السنة ودعوة السنة ودعوة التوحيد والعقيدة وملأت آثاره الأرض رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، تقول أنت لكن أنت لا تفهم لا تفقه. أنت لو فاهم الجهاد صح وفاهم العلم إخبارك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج وهذه النبي كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد ومراتب الجهاد التفصيلية، كنت عرفت أن ده بيجي، تعرفت أن ده بيقوم بالوظيفة العظمى الآن تعليم المسلمين وبيان الحق للخلق وإعداد النفوس الإيه المؤمنة التي ستقوم بنصرة دين الله وإعلاء كلمة الله في الأرض. انتبهوا عشان أنت فاهم الإيه. ولذلك وإليك ما قاله الإمام ابن القيم ماشي، يقول وإنما جعل ردا على هؤلاء الذين إيه يرمون أهل العلم والدعاء والمربين السائرين على الله سبحانه أنهم لا يجاهدون وأنهم متقاعسون وتركوا الأقصى. طب أنت اللي حررت الأقصى، لا علمت المسلمين ولا حررت الأقصى يا مسكين، كانت بالك لا حصلت دي ولا تلك. طب معي شوف ابن القيم بيرد عليه يقول ماذا، إنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به، شوف كلام، شوف من سبيل لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد، بالعلم ولا والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين، شوف القيم ليه، جهاد للإيه باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير. الأمة ما بتبقى بفضل الله أعداد كثيرة من الأمة في ما تواجه أعدائها أو تدافع عن أخبارك عن مقدسات عن دينها، بيتحرك الأمة كلها بتتحرك، ما ده ما فيش، أنت تدربوا شوية خلاص في زي ما يروح الواحد بيتدرب ياخد شهرين في الجيش خلاص على كيف يصبح جندي ويجيد اللي صح، حتى لو ما لا يقرأ ولا يكتب صح ولا غلط. ولذلك هذا المشارك فيه كثير. والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد خاصة. شوف القبلة جامين الخاصة ماشي من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، جهاد الشافعي وأحمد بن حنبل وقبلك وقبلهم أئمة التابعين وأئمة الصحابة، جهاد الأئمة. تبي معي، هو الخوارج لما الحوار سيدنا علي ارسل لهم سيدنا ابن عباس يناظرهم، ده مش ايه ده جهاد الايه الحجه، وبعد كده راح داخل سيدنا علي بجهاد الايه السيف والسنان، ده في وقت ما الامه تكون عندها ايه تمكين وقدره يتحقق النوعان. لكن ما فيش لا يسقط جهاد الايه ذكر الحق، لك هذه الحجه واللسان ده لا يسقط على الامه، ده مستمر. بس ده جهاد مين؟ اهل العلم، اهل العلم الخاص القادرون على بيان الحق للخلق وعلى رد شبهات اهل الباطل وعلى دعوة الأمة إلى دين الله عز وجل، مش أي حد. انتبه معي، لكن ابن القيم يقول وهو جهاد الأئمة هو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. يسلم زيته
اي امال ايه؟ وطلب العلم امر سهل؟ ايه؟ طلب العلم والصبر على التعلم. تعلم بالطريقة الشمولية الصحيحة. ها؟ انك تعلم صح. تفكرك ده امر بسيط؟ تعالى كده جمع كده شوف كام اجمعهم في دورة علمية تجمع لك الكثير. على نهاية الدورة كم واحد بيفضل معك؟ واللي يفضلوا معك تيجي تسألهم تلاقيهم ايه؟ كانوا سميع. هو بيسمع من حد من هنا. الا ما يعني من هو اقل القليل انظر من كبريت الاحمر. طيب واللي يخرج هل يواصل؟ ما هي ليس العبره بالايه؟ بالبدايه بكمال النهايه. هيواصل لحد النهايه؟ ها؟ ولا للاسف يتحمس فتره ثم ها؟ وينقطع. انتبه معي. ليه؟ لان جهاد النفس على تعلم الحق امر ثقيل على النفس. ليه؟ لان النفس تميل الى ما يوافق هواها. ولذلك حتى الشيطان لما يجي يدخل لك في طلب العلم ممكن يدخل لك دخله يفسد عليك هذا. ازاي؟ انت تتعلم. فالمفروض تتعلم فروض العين ثم فروض الايه؟ فالشيطان ياتيك ايه؟ او تتعلم تبدا بصغار المسائل قبل كبارها. الربانيون يربون الامه على ذلك. يوم الشيطان يعمل لك ايه؟ يفسد عليك هذا. يعني يخليك تبدا بكبار المسائل فلا تحصل شيئا ولا من معك يحصل شيئا. الا خدت بالك؟ التعالم انه ينتفخ يفكر نفسه على العلم ولا مش على العلم والله. ينخدع به الجهل والناس اللي ما فيش فاهمه. ليه؟ لانه بادئ غلط. بلاش بصغار المسائل قبل كبارها. انتبه معي. او يجي لك ايه؟ دخله انك انت تروح تتعلم علم ما هوش فرض عين فرض كفايه. وتجهل فرض العين. وتجهل فرض الايه؟ يعني انت مش متعلم عقيده كويس. بدي فرض عين. ولا فقه الصلاة مش فاهم الدراسة صحيحة كويس ولا مسائل معينة وقع فيها ايه انحرافات وبدع وقع فيها انحرافات وبدع زي المسائل اللي بندرسها ما هي القضايا المناجية ايه قضايا من مسائل دي من الدين وقع فيها ايه انحرافات فانت ايه واخبرك ولا تتعلم هذه المسائل ثم تذهب لتتعمق في علم العلوم وتفصل وانت جاهل بفرض العين فلا تنتفع ولا ينتفع بك. طب بمعنى ليه لك مشيت ايه؟ حسب ميل النفس. حسب ميل النفس. لو تمشي بحسب مراد الله تبدا بفرض العين ثم فرض الكفايه. وتتعلم المساله ويدخل لك في النفس. يحدثك ايه؟ انك انت تظن ان المطلوب الايه؟ الاستكثار من المسائل. بدون ان تراجع نفسك هل تعمل بالعلم ولا ما بتعملش بيه؟ فتلاقيك في النهاية بقت ايه؟ عندك لسان لكن هل وطى هذا العلم قلبك؟ صنع منك انسانا خاشعا خاضعا معظما لشعائر الله؟ ها؟ اللي هي ثمرة العلم غير موجودة. ماذا فعلت يا مسكين؟ ماذا فعلت؟ انتبه معي. جالك الخلل ده منين؟ ده خلال شيطان اذهبت ايه؟ عشان تبعدك عن الطريق الصح. انتبه معي عشان كده انت التعلم وبالصوره الصحيحه والصبر على ذلك انك انت تتعلم تبدا بما بفروض العين كفايات وتجتهد في هذا ثم تعمل بالعلم ثم تدعو الناس اليه وتمضي بالصوره الصحيحه امر ثقيل على النفس جدا يحتاج منك الى مجاهده عشان تقدر تواصل وتصل. تمام عشان انت واخد بالك ماشي ازاي. عشان كده زي ما قلت لك اهو يا ابن القيم اقول لك ايه جهاد الخاصه جهاد الائمه افضل الجهادين نعم العظم منفعته ليه العظم منفعته؟ ها؟ الذي تعلم الحق وعمل به ودعا اليه وفهم ورب وراعى طاعه الوقت الحاضر وقام بالواجب يحيي الله عز وجل به أمة ولذلك تجد أثره مبارك عامل زي الغيث أينما حل نافع ينزل في المكان قفر ما فيش حاجة بعد فترة من الزمن تلام تلاقي إيه ها أهل طاعة وأهل التزام متربين تربية حقيقية
التاني ربنا عافينا عافيك ينزل في المكان مليان اخوة فركاشهم. انا بقول لك كده يجعلهم شذر مظهر يحدث الفتن والبلبلة ويأتي بالمسائل الغريبة خدت بالك ولحد ما يعني تقول والله العظيم بكلم كده ها بقى من ثمارهم تعرفونه ها تبه معي تبع عشان تبقى عارف انك انت نفسك تقيس وضعك في مكانك قبل ما حد يعمل لك ينظر في يقوم معاه لا انت نفسك انت قوم انا وضعي ايه في المكان بجتهد وفعلا بسعى وفي صدق مع الله عز وجل وان انا عايز الامه فعلا همي كل الامه انها تعود لدينها والناس تتعلم الدين وتحب وتجتمع كلها على كلمه سواء ويقترب بعضها من بعض ويتعاونون على البر والتقوى ويتحابون في الله ويقومون بالواجب وأخذ بنواصي الناس إلى الخير وإلى القيام بفروض وأخذ بالك الضائعة ولا أنا همي شخصي والتمحور حول ذاتي والناس ووالي وأحدث فتنة مع ده وأجعل ده في ناحيتي وده مش عارف كذا وتنزل تلقى المكان بدل ما هو كان المجموعة دي المفروض قيمة بالدعوة والعمل للدين عايز تقعد تحل مشاكل ووش ووجع دماغ وفتن طب ليه او انا ما خدتش مش عارفاه والناس قدمت تكاه واخر تكاه يا ابني المقدم المؤخر هو الله اقسم بالله ما حد يقدر يرفع حد ولا يخفض حد ورب الكعب فلا يخفض ويرفع الا رب الارض والسماء عالق قلبك يا بني اي والله ده فهم مغلوب من سيرفعه الله والله لن يخفض ومن سيخفض الله لن يرفعه احد ارفعه ويخفضه وقدم ايه وده همك بئس الهم وهمك يا ابني همك ان تنجو ما يرضى عنك ربك انك تنال رضوانه والدار الاخره زي اخوه اجتهد لازم في مساله انا بتعلم واعمل واصلح نفسي وقلبي عشان كلمتك تبقى مؤثره عشان فعلا تثمر الامه تحتاج الى هذه النوعيه تحتاج الى النوعيه الخاصه دي خاصه الخاصه دي اللي قاموا بالدين علما وعملا علما وايه وعملا علما وعملا انتبه معي مش لا مجرد كلام فقط ولا عمل بغير علم لا ده صح ولا ده انما علم وعمل علم ايه وعمل طيب فيقول لك وافضل والعظم منفعته وشده مؤنته وكثرت اعدائي نعم قال تعالى في سوره الفرقان وهي مكيه ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا ايه كبيرة او ده ايه وجهاد لهم بالقرآن وهو اكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين ايضا نعم وجهاد المنافقين اخص باللسان بين الحق الرد على ها شبهاتهم وعلى ارجافهم ومقاومة ما يفعلونه في المجتمع المسلم تبه معي وهذا امر مهم لذلك احنا لازم نجتهد التعرف على صفات المنافقين امر مهم في ضوء القران لان النفاق ما امنه الا منافق وما خافه الا ايه مؤمن لا مؤمن واضح طيب وجهاد المنافقين فالمنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم فين في الظاهر لان المنافق ايه يخالف قوله فعلا سره علانيته ظاهره باطنة مشهده مغيبة نسأل الله السلامة والعافية تبه هو ده المنافق يقول ابن كثير رحمه الله واضح وربما كانوا يقاتلون عدوهم ايه معهم ممكن موجود في الصف بس يعمل ايه رجاف يعني ممكن معاك في الصف بس يسعى البلبلة اضعاف يسوء ان ينصر اهل الحق ويفرحه ويسره ان يرى ان يهزم اهل الحق كده ونسال الله السلامه والعافيه. راجل انه يحدث ارتباك يعمل الارباك في الصف. وده امر خطير جدا. جدا. ولذلك كان حتى الناس اللي بيتكلموا في الايه؟ في 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 في, في العمل للدين او اي خطط عموما. يعني الناس كلام يقول لك ان لما بتعمل اي ترتيب لعمل او خطه عمل ها؟ ما انت لازم تحتاج فريق بقى وعمل عشان تنفذ
يقول لك الناس لازم تفرز الناس معك عشان تنجز هدفك وتحقق الخطة اللي انت حطيتها وتصل الى 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 مراميك. لازم تكون عندك ايه؟ عندك قدرة على فرز من معك ومن عليك ما استطعت. عارف مين اللي عينه؟ يقول لك لازم تاخد بالك الناس اصناف بالنسبة لهذا الامر. منهم واحد مؤيد ومدعم لك معاك بقوة فيما تعمل وده اللي انت بتقيم. صنف تاني ها ضدك بوضوح خلاص ده كفاك المؤن لانه واضح انه ضدك. انت مش هتروح تدعو تقول هنعمل دورة عقيدة الاهل السنة وتجيب واحد صوفي معاك تقول تعالى رتب لي الدورة الا اذا كنت انت بقى يعني محتاج او هتروح لواحد مقبلك معتزل ولا علم علم الكلام ولا ما تقول له تعالى رتب لي لا عايزين نرتب الدورة يعني عايزين نعمل دورة في الاسماء والصفات وندرس مثلا كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية الاسلامية الغزو المعطلة وجمال ابن القيم وتروح لواحد يكون هو معطل واخد بالك انت ازاي؟ ده انت كده ما شاء الله عليك انت كده فعلا بتعرف تخطط خدت بالك معايا ازاي؟ ما هو ده ضدك واضح خلاص تبقى انت عارف ده واحد وضع ده كده مفيش اشكالية اللي معاك مؤيد وداعم بقوة معاك واللي ضدك واضح قال لك وايه؟ وثالث يعني هو لا معاك ولا ضدك هو والله ربنا كرمك وظهر امرك هو معاك طب محل امرك هو مش معاك معاه هو كده كده مش يعني ايه لا وضع ايوه خلاص. ورابع وهو اخطرهم وما هو ما يسمونه بالمقاوم الخفي ظاهره معك وباطنه ضدك. تلم الاخوه كده عشان تعالى يا شيخ عمرو نبدا نعمل دوره وهو قاعد وبعدين بعد ما تمشي والدنيا الدره لا بس الموضع فيه كذا خلي الثلاث اربع دول يظبطوا يروحوا قاعدين وروح قاعدين ثاني لا بس في حاجات كده برضه كنتش الشيخ اتكلم برضه على الشيخ الفلاني وقال على الشيخ العلاني المهم يلخبط له ثلاث اربع ثاني فجاه تلاقي الناس فركشوا كلهم وهو كده بحق منى اسال الله العفو وهذا والله صنف لا كسر الله منه لان يعني ده اخطر صنف على الدعوات هذا النوع من اخطر صنف ظاهره يعطيك موافقه وباطنه يسعى لايه للهدم نسال الله العفو والعافيه اه والله يا اخي انا انت في حاجه مش واخد بالك منها برضو انت مش واخد بالك طلع الاخ اللي كان متحمس لخبطه واللي كان مجتهد عرقله واللي كان صبطه يا اخي اصلحك الله اتق الله اتق الله بؤت بكل هذا ماذا اقول لربك انت دورك بقى ازاي تبقى حتى على الاقل ما استطعت طبعا امر بس ما استطعت عشان ما تيجي ترتب عملك ترتبه صح. وانا انصحكم يا اخوه لان الدعوه تتعرض لاوضاع خطيره في مثل هذه الاوقات وهذا الصنف هو اشد صنف على الدعوه ضررا ده الصنف ده اسال الله ان يقي دعوه الله شرورهم صنف اللي ده. يا عم تعالى عندك مشكله اولى مش لازم واحد ابن الذي يجي لك مثلا عامل درس ولا مجمع الناس يقول لهم حاجه يروح واقف قدام الناس كلهم طب لا ما الناس ما تعرفش القصه دي ولا المشكله دي طب ما اتكلم بينك وبين ما انت الغافل كده طب ليه؟ ليه كده؟ والله العظيم راينا هذا الصنف مرارا ولا زال وما فيش مكان يحدث له بعد اصدار الدعوه يحدث فيه نوع من الخمول الا واقول لك ابحث عن هذا وتجد هو ده قوم خفي كتير انتبه معي ودي مشكله المنافقون انهم ظاهرهم مع الامه وباطنهم ضدها عشان كده ربنا عز وجل في سوره البقره اتكلم عن المؤمنين في كمايه ها اتكلم عشان الف لم واتكلم عن الكفار في ايه المنافقون 13 ايه ومش بس في دول بس يعني انا كنت بصدد ان اعمل سلسله بعنوان صفات المنافقين في القران ابدا من اول سوره البقره لحد ما نصل تتبع الايات اللي بتحمل صفات المنافقين كلها في النساء وفي التوبه وفي آل عمران واخد بالك معايا وطول ما انت ماشي وسط المنافقون وفي الاحزاب طول ما انت ماشي وفي النور تجد وتحذير لان امره خطير انتبه معي. طيب فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو جهاد المنافقين ايضا في المنافقين لم يكونوا نعم وربما كانوا يقاتلون عدوهم معه شوف ايه
ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين يكون بالإيه؟ بالحجة والقرآن. يبقى الذين يربون الأمة ويبينون الحق، تقول ما بيجاهدون، أنت اللي مش فاهم الجهاد، أنت اللي عندك غلط. والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بطلب العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومدرسته عبادة، انظر، ومذاكرته تسبيح، البحث عنه جهاد. ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر. كتاب المنزل هو جهاد الايه؟ الحجة واللسان. حديد الناصر السيف لا تبي معي، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع وليعلم الله ما ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين، كما قيل: وما هو إلا الوحي أو حد مرهف أو حد مرهف إخبالك تميل ظباه أخدعي كل مائلي. فهذا شفاء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. انتبه، ده الوحي المنزل تعليمه للناس، ده شفاء أمراض الإيه؟ خدت بالك؟ ايوه، الجهل. ولا طيب، والعناد والحرب على الشفاء ولا ايه؟ الحديد الايه؟ الناصر. ده وده جهاد الحجه واللسان وجهاد السيف والايه؟ والسنان. ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجه يسمى سبيل الله، فسر الصحابه رضوان الله عليهم قوله: اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم، بالامراء والايه؟ والعلماء. ليه؟ العلماء جهاد الحجة واللسان، والأمراء السيف والسنان. ولذلك من رحمة الله بأمة الإسلام، نسأل الله أن يرزقها هذا، عجبا، أن إيه؟ أن يجتمع أمراءه وعلماءه على شيء إيه؟ أيوه، هو نصر الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض. دي بتبقى إيه؟ أيوه بقى، أقبلك، انتبه معي. فإنهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بإيه؟ بألسنتهم. فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله. قال كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرايح في سبيل الله. وجاء عن بعض الصحابة غادي الرايح لإيه؟ يخرج غدوة للجهاد ثم يعود، غادي رايح في سبيل الله، طالب العلم هكذا ماشي. وجاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد، مات وهو. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله. وقال أبو الدرداء: من رأى ماشي الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله وإيه ورأيه. ده كلام من ده أبو الدرداء. يبقى اللي بيتهموا العلماء دول وكانوا بيتكلموا نقصوا في عقولهم وإيه ورأيهم. تابع معي، أنا أكتفي بهذا القدر ونصلي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.